وكأن اللاجئين السوريين في لبنان ينقصهم المزيد من النائبات والمصائب، لتخفض منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حصتهم من 27 لترا من الماء مخصصة للشرب والاغتسال والنظافة إلى 7 لترات ونصف اللتر فقط. تبرر المنظمة الأممية خطوتها بنقص التمويل الحاد، ويقول لاجئون إن القرار عبارة عن جريمة قتل موصوفة بحقهم، فهو يمس المقومات الأساسية لحياة 45,000 لاجئ في بلدة عرسال، ومن المفترض أن الحق بالمياه والنظافة الشخصية خط أحمر، فكيف لمنظمة أممية تأخذ على عاتقها إغاثة اللاجئين وترفع شعارات حقوق الإنسان أن تتجاوز هذا الخط؟ المنظمات العاملة في عرسال، نظراً لما اتخذتموه بحقنا كلاجئين وتخفيض كمية المياه وكمية سحب مياه الصرف الصحي من الجور الفنية في مخيمات عرسال، وفي الأزمة الاقتصادية الخانقة والإعلان المستمر من قبل المنظمات الصحية بمشاريعها الكبيرة بمهمة الوقاية من كورونا والأمراض المشابهة كالكوليرا التي تهدد المنطقة وأمراض جلدية متعددة والجدري، وإنكم على اطلاع كامل بهذا الأمر، إنما نرى أنكم غير مكترثين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، ومن جهة أخرى إنكم كمنظمات إنسانية مجتمعة غير مبالين بتلك الحقوق. لطالما دأب بعض المسؤولين اللبنانيين من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب على تحميل اللاجئ السوري مسؤولية ما يجري في البلاد من أزمة اقتصادية وفشل سياسي. سياسة التحريض ضد اللاجئين السوريين بحسب المعارضة السورية تقف وراءها ميليشيا حزب الله اللبناني التي قتلت عشرات الآلاف منهم وهجرتهم من بلادهم كرمى لنظام الأسد المدعوم إيرانيا، في وقت كشفت فيه تقارير عدة أن معظم اللاجئين العائدين إلى سوريا تعرضوا للتحقيق، وأن عددا منهم تعرض للاعتقال والموت تحت التعذيب في أفرع النظام الأمنية. يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان ب1.5 مليون لاجئ يعيشون ظروفا إنسانية صعبة ويتعرضون لتزايد الخطاب العنصري والمضايقات بهدف إجبارهم على العودة إلى كنف النظام، في وقت تؤكد عدة منظمات أممية من بينها منظمة العفو الدولية أن الأوضاع الحالية في سوريا لا تعتبر آمنة لعودة اللاجئين.